ليس فقط الأطفال يحبون حل الألغاز الصعبة والأحاج. تعتبر الألغاز مثالية لتدريب عقلك ومساعدتك على إيجاد الحلول الأكثر إبداعاً. اليوم اخترنا هذه الألغاز الشيقة لتحفيز تفكيرك. هل أنت قادر على حلها؟ بالتأكيد أنت كذلك. وهل سيتمكن أصدقاؤك من معرفة الإجابات؟ لا تنسى أن تسألهم وأن تشارك الفيديو، لأن لدينا هنا 9 ألغاز صعبة سوف تستفز عقلك. رقم 1. ادعى 3 أطباء بأن روبرت شقيقهم، بينما يقول روبرت بأن ليس لديه إخوة، فمن هو الكاذب؟ الجواب سهل جدا. روبرت لديه 3 أخوات وجميعهن طبيبات. رقم 2. كان هناك 10 أسماك في حوض مغلق، غرقت 2، سبحت 4 سمكات بعيدا ومات 3. كم سمكة بقيت في الحوض؟ أنت على حق، 10. لم تغادر أي سمكتين الحوض. رقم 3. رجلان يلعبان الشطرنج، خاضا حتى الآن 5 مباريات، كل من الرجلين ربح 3 مباريات، كيف يكون ذلك صحيحا؟ الجواب واضح، لدى كل منهما خصم مختلف. رقم 4. أضف 1000 إلى 40. الآن أضف 1000، والآن أضف 30، أضف 1000 مرة أخرى، والآن أضف 20، و1000 مرة أخرى، والآن أضف 10. ما هو جوابك؟ هل هو 5000؟ خطأ، الجواب الصحيح هو 4100. رقم 5. ما الشيء الذي يمر عبر المدن والحقول ولكنه لا يتحرك أبدا؟ إجابتك صحيحة مرة أخرى، إنه الشارع. رقم 6. أب وابنه عمرهما معا هو 66، وعمر الأب هو نفس عمر الابن، وعمر الأب هو نفس عمر الابن، ولكن الأرقام معكوسة، كم هي أعمارهم؟ لهذا اللغز 3 احتمالات، 51 و15، 42 و24، 66. رقم 7. هناك حيلة في الرياضيات تقتضي تحديد حجمها باستعمال نفسها ووضع سمكها A وشعاعها Z، هل أنت متحمس لمعرفة الإجابة؟ الإجابة هي إنها البيتزا، V تساوي PI ضرب Z ضرب Z ضرب A. رقم 8. الآن جرب تسمية 5 أيام متتالية من دون استخدام أسماء الأيام الأسبوع أو الأرقام. اليوم الذي قبل البارحة، البارحة، اليوم، غدا، وبعد غد. سهلة جدا. رقم 9. كانت الشقيقات الخمس مشغولات، آنا تقرأ كتابا، روز تطبخ، كيتي تلعب الشطرنج، ميري تغسل الثياب. ما الذي تفعله الأخت الخامسة؟ إنها تلعب الشطرنج مع كاتي. هل استمتعت بحل هذه الألغاز؟ لغز البيتزا كان المفضل لدي. إذا كنت توافقني الرأي اضغط زر الإعجاب، وإن كنت تزور قناتنا لأول مرة اضغط زر الاشتراك للبقاء معنا على الجانب المشرق من الحياة.